We are pleased to host the Ambassador of the United States in Kuwait, His Excellency, Mr. Lawrence Silverman. Mr. Ambassador, good evening and welcome to our show, غبقة الحمراء. Thank you very much for this opportunity and I want to wish all of your Kuwaiti viewers. أرحب في جميع المشاهدين الكويتيين. يسعدنا ان يكون معنا اليوم سفير الولايات المتحده الامريكيه، حياك الله سعاده السفير. قبل لا نتكلم عن كلرز اوف رمضان او حمله الوان رمضان، راح نتكلم معاك شوي عن هذا رمضان، تكون هنا موجود يعني بالكويت لاول مره، نبي كيف قضيت شهر رمضان في الكويت؟ اعتقد انني اتناول الكثير من الطعام في الديوانيات الكويتيه. I really think that Ramadan. وأعتقد أن رمضان في الكويت أنه مختلف تماما بس in this holy month, this is your first visit in this holy month to Kuwait. How do you find it? How is the reactions of the people? It's a very nice رمضان لك في الكويت، فكيف ردة فعلك مع الشعب الكويتيين؟ شعب كريم، وفي رمضان روحهم مختلفة. فأنا أزور الديوانيات الكويتية وقد لا يشاهدون ولا يلتقون بأصداقهم منذ سنوات، ولكنهم في هذا الشهر يلتقون من الدواوين في الكويت، ويمكن جربت بعض الأكلات الكويتية. ما هي أهم الأكلات الكويتية اللي أحببتها؟ هناك العديد والكثير من الهريش والريش، ولكن لقد تذوقت كثير من أنواع الأطعمة الكويتية والوجبات الكويتية، منها الزبيدي. حبيت الأكلات البحرية سعادة الكبير. الأكلات البحرية أحبها تماما. نرجع نتكلم عن حملة Colors of Ramadan. نبي نعرف الهدف من هذه الحملة اللي سويتها حضرتك. أن يشرفنا جميعا في السفارة. هم يحاولون يلتقطون الصور من الديوانيات في الكويت. في الديوانيات التي نقوم بزيارتها في رمضان قد يكون الأطعمة والناس والديوانية نفسها. What did you achieve from this campaign? I think حصلت عليه من هذه الحملة جزء منها أننا نحترم التقاليد والعادات الكويتية، وهي هذا جزء من الحملة، وهذه فرصة بالنسبة لنا لأن نلتقي بالكويتيين وأن يلتقوا ويتعرفوا علينا ويتحدثون معنا ويسألوننا الكثير من الأسئلة. فقد ذهبنا للعديد من الأماكن والتقينا بكثير من الناس. ردود الأفعال، نعم، يمكن ركز سعادة السفير على وجود بعض الأسئلة اللي كانت متبادلة بين الشعب الكويتي من خلال الدواوين وأيضا من خلال حضرتكم. ما هي هذه أهم الأسئلة التي التمستها من الشعب في الدواوين؟ في البداية أول شيء يسألون عن رأيي بالنسبة للديوانيات في رمضان، ويسألونني أيضا أن هل أننا نلتقي ونجتمع بهذا الشكل في أمريكا؟ Iftar. Most people don't know this, but the first iftar really in the United States was many, many years ago in 1805. كان أول إفطار لنا في الولايات المتحدة في إحدى مع بعض التونسيين في أمريكا، وتناولنا معهم الإفطار. وكان لي أول إفطار في الولايات المتحدة مع هذه المجموعة. خلينا نتكلم أكثر عن حملة Colors of Ramadan. من وين جاءت الفكرة؟ من أين جاءتك سعادة السفير فكرة الحملة؟ Well, it was actually my public affairs staff, not me, who got the idea last year. كانت الفكرة من الموظفين في العلاقات العامة. واجتمعنا جميعا في المملكة في السفارة، وذلك للقيام بهذه الحملة، وتعاوننا كثيرا جميعا للالتقاء مع الكويتيين. That are following us, what it looks like, what a Diwaniya looks like. فقد
فهم فحتى في السفارة الأمريكية يسألون عن أنواع الديوانيات وما الذي يدور بهذه الديوانيات. نعم أكيد هناك اختلاف بين إقامتك في الكويت وزيارتك لها من خلال الثلاث سنوات السابقة والآن في شهر رمضان. إضافة إلى الديوانية، ما هي الأشياء التي التمستها هنا في شعب الكويت من خلال هذا الشهر الكريم؟ Well, I actually think that that hasn't changed for a long time. Kuwaiti people are very, very hospitable. So when my wife, Kuwaitiin, كرماء, September of last year, وقد التقيت معهم أنا وزوجتي من قبل. That actually continues. That's something that does not change. We've been well. ولم تتغير عادات الكويتيين منذ إذن. The other thing we found is that there are more things to do here. أن هناك الكثير من الأشياء التي نقوم بممارستها هنا في الكويت. Americans know very little about Kuwait, so there are actually quite a few things to do. فهناك الكثير من الأشياء التي يمكن القيام بها أنا وزوجتي في الكويت. To go to Shahid Park. نعم. حدثنا سعادة السفير كيف تقضي يومك في رمضان، لكن من أين لك الوقت أنك تقضي الوقت هذا في رمضان وأيضا تزور الدواوين يعني. This is from the Kuwaiti culture, the Duwaniya thing. Yeah. How can you manage your time? How do you manage your time? I have to say that it's a totally different schedule during Ramadan. جدولي مختلف تماما في رمضان، فهو متعب ومرهق. فاليوم ممتلئ بالأحداث من الساعة الثامنة حتى الساعة السادسة مساء، وحتى في المساء نقوم بزيارة الأصدقاء والديوانيات. Such a great experience actually. ولدي تجربة. So we do our regular day. ونقوم بيومنا العادي ونلتقي بالكثير من الناس. Enhancing the relationship between the United States. ونوطد علاقات مع الناس والأصدقاء. ففي الديوانية هناك مواضيع كثيرة. Do you enjoy كريمة؟ Absolutely, I did. Actually, my wife hasn't had a chance to be here. She's coming back from the United States. زوجتي عادت من المملكة من الولايات المتحدة الآن. وأحد لدي طفلين وأحدهم عاد في شهر ديسمبر وذهبنا بزيارة ثلاث ديوانيات. ولدينا أيضا ديوانية في المملكة في الولايات المتحدة. بالمناسبة حابين نبارك لك سعادة السفير على ابنك في تخرجه، وودنا نتكلم أكثر عن حديث الإجراءات اللي يحتاجون يتبعونها المبتعثين إلى الولايات المتحدة أو من طلبتنا اللي حابين يدرسون هناك. هل في تغيير؟ نبارك هم يمكن لهم اليوم من خلال شاشة تلفزيون الكويت للطلبة الجدد إن شاء الله اللي راح ينتقلون للدراسة وتكملتهم في الولايات المتحدة الأمريكية، ويمكن تكون هذه الإجراءات اليوم مهمة. هناك إجراءات جديدة قمت فيها سعادة السفير. الله يبارك فيك. شكرا. Thank you so much for congratulating me on our son. It has become clear to me since I've been here that education is absolutely. اتضح لي أن التعليم أنه الأساس القوي في أي مجتمع، وخاصة في المجتمع الكويتي. فهناك خمسة أجيال من الستينات والسبعينات وما إليها، خمسة أجيال من الطلبة الكويتيين. ونحن نرحب بالأطفال الكويتيين أن يتعلموا ويدرسوا في الولايات المتحدة. The experience of living in the United States. Kuwaitis will tell you that the education from the classroom is part of it, but it's the education experience outside of the media that really helps them prepare. فهذه التجربة هذه التجارب تساعدهم على الدراسة في أمريكا. Because Americans get to learn from them as well, you know. And you asked about the procedure, which really very simple. بالنسبة للإجراءات فهي سهلة جدا. Apply to the university, you get an acceptance. When you get that acceptance, تقديم الطلب للمملكة للجامعة والحصول على القبول. والإجراءات سهلة جدا وبسيطة. We have a full-time education advisor. هناك لدينا مستشارين ويساعدون في توضيح الإجراءات التعليمية في الجامعات الأمريكية.
also to. وهناك أيضا التعلم في المنازل. حابين لولو نسأل سعادة السفير عن قضاء إجازة فترة إن شاء الله العيد عيده الفطر السعيد، أين ستقضيها سعادة السفير؟ Right. No, absolutely. I think we'll probably have a quiet Eid here in Kuwait because we've been running. I've been running around. سيكون عيد هادئ في الكويت. وزوجتي ستعود إلى من الولايات المتحدة. وهذه ستكون لنا فرصة أن نقوم بأن نرى أشياء لم نراها من قبل ونلتقي بالأصدقاء. ونقضي أوقات طيبة بعد قضاء شهر رمضان الذي كان متعب بالنسبة لنا. We're very pleased to have you here in غابة الحمراء. Thank you for being with us. شكرا لكم وشكرا للمشاهدين الكرام. And I just want to say, if I may, to congratulate. أود أن أهنئ لمن لمن سيلتحقون بالدراسة في الولايات المتحدة. أتمنى لهم كل التوفيق والنجاح. سعادة السفير، أسعدنا في حضورك اليوم في غابة الحمراء. احنا أكيد نشكر سعادة السفير على وجوده اليوم معنا، ودام تكلمنا لولو على العيد بنقول إن أحلى شيء بالعيد العيادي والفلوس. عشان شيء كاميرا غابة الحمراء انتقلت إلى استطلاع خاص بالأطفال، نشوف شو راح يسوون بعياديهم.